السلام عليكم. اليوم حبيت نريكم أشغال جديدة اللي تخص جامع الجزائر وتتعلق ببناء الحائط من الجهة الخلفية للمسجد، ونلاحظ أنه هذا الكلوتير تستعمل فيها النماذج نتاع الأعمدة نتاع المسجد للتزيين هذا الحائط، ونلاحظ جودة لا تقل عن الأشغال التي استخدمت فيها المسجد الكبير. وإذا نخليكم تشوفوا الحائط هدايا الجديد، وعليكم تتصوروا نهاية الأشغال. وهنا نلاحظ بناء محطة للحافلات لتسهل الولوج إلى الجامع من الجهة الخلفية، حيث أن الجامع عنده مداخل أخرى من جهة طريق السيار، وكذلك تهيئة الرصيف المحاذي للحائط. السلام عليكم. لازم أكتشونا الأول اللي تفتح، لازم تروح النهار قبل، فهمت؟ لما كاش الغاشي ومش تصور قبل، خرج على ما دي الديمو دا قال الناس تروح تشوفه. ماشي ديمو، أنا كنت صور كان يشوفوه من الكلمة، ما شافوهاش من الولايات الأخرين. صافي جنيني هذا وش ده؟